ولمناقشة الموضوع معنا من أربيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين عبد الحكيم خسرو. أهلا بك سيد عبد الحكيم. بداية، اليوم عاد وفد القوى الكردية المفاوض من بغداد إلى أربيل، بماذا عاد الوفد سيد عبد الحكيم؟ مساء الخير. طبعا الوفد بصورة أساسية يعني كان لديهم تقديم طروحات إقليم كردستان ووجهة نظر إقليم كردستان بشأن الاستفتاء والاستقلال، وفتح باب الحوار اللي هي التفاوض حول الاستقلال بعد الاستفتاء طبعا، وهذا كان أهم ما حاول الأطراف السياسية أن تقوم بها في هذه المرحلة. لذلك فأتصور بأن العملية السياسية انتهت بالنسبة لإقليم كردستان، وكانت هناك دعوة لا بد من أن تفتح باب الحوار مع الأطراف السياسية العراقية ومع ولكن هناك أنباء عن دراسة القوى الكردية لموضوع تأجيل الاستفتاء، هل هناك معلومات لديكم تؤكد أو تنفي هذا الخبر؟ هناك طلبات لتأجيل الاستفتاء، ولكن مسألة الاستفتاء أو تأجيل الاستفتاء مسألة مشروطة بوجود ضمانات دولية من مجلس الأمن والولايات المتحدة والحكومة الاتحادية بإجراء الاستفتاء في وقت آخر. يعني المسألة ليس تنازل عن الاستفتاء أو تأجيل الاستفتاء بدون وجود ضمانات، هذه موجودة لكن حتى الآن لا نعتقد أو لا يمكن توقع هذا النوع من الضمانات في المستقبل. طيب، هناك ضغوط دولية إقليمية ومحلية كذلك خاصة بقضية الاستفتاء، هناك مخاوف من الانفصال الكردي بالنسبة للعراق، ولذلك هل تتوقعون أن يكون هناك أو يتم الاستفتاء بموعده المحدد؟ يعني لحد الآن كل المسائل الفنية واللوجستية موجودة، يعني لا توجد هناك مشاكل سياسية في هذا الاتجاه. قوضية الانتخابات قامت بإجراء كافة استعداداتها للتعامل مع هذه القضية، وأتصور بأن هناك عملية يعني أخرى تتمثل بالتواصل مع المجتمع الداخلي أو على الأقل يعني حملة بدء الحملة حملة الإعلام عن إجراء الاستفتاء في مواعيد المقررة 29 أيلول المقبل، وبالتالي لا يوجد هناك حد الآن أي رؤية حول التأجيل. يعني من الناحية الفنية لا توجد مشاكل، تبقى هناك الناحية السياسية، إذا كانت هناك ضمانات بإجراء الاستفتاء في وقت آخر فهذا ممكن في المستقبل. هل تتوقعون تقبل القوى الكردية نتائج هذا الاستفتاء وكذلك التداعيات المترتبة عليه؟ يعني النتائج الاستفتائية بالتأكيد هي ملزمة للسلطات السياسية في إقليم كردستان، لا أحد يستطيع التنصل أو التراجع عن نتائج الاستفتاء. إذا كانت نتائج الاستفتاء بالنعم فبالتأكيد يعني القوى الكردستانية ستقبل بها، ليس فقط بل هي ستلتزم بالنتيجة. أما مدى إلزام نتائج الانتخابات لبغداد أو للأطراف الأخرى فهذا أمر آخر. هذا يتوقف على التفاوض بين بغداد وإقليم كردستان بالمستقبل. الأستاذ عبد الحكيم خسرو، الأستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.